اخي والله جوعان. الله ينطيك لتا جوعان والله. لا تروح جوعان والله. جوعان روح والله. ما اكل اخي. ليش وجاي يركضون ورا هذول الشرطه ما يخلونه؟ مشكله الشرطه ما يخلون يدخلونه. ايش حصلت اليوم؟ والله خشوع. لا والله بعدنا حتى ثروه. زين انت زين سؤالي الاخر ثم انطيه لاهلي. انت ما تنطيه لي انا المن هم عنده اللي احد ليش طالع. زين اهلك لو جماعه يعني هم متمنيكم. انا كنت جماعه بالبكه ويمنا هم متمنين يقول جيب لنا فلوس ونيمك يوم واحد بالفندق عندنا. لا لا اهلي. طيب الاهل شلون يعني ولا جماعه؟ اهلي اهلي. قد حصل يوميا؟ شلون اليوم طلعت؟ انا قد حصل يوميا؟ يمكن يوم حصلت 15. حصل يوميا 100,000؟ ما كنت احصل يوم 40,000. ها وهسه قد تحصل؟ شلون؟ 40 تطلع لك ومصرف لك. ها؟ مو قلت لك انا اهلي مو محتاجين. لا عاد ليش تشتغل؟ اذا اهلك محتاجين ليش جاي تشتغل؟ ايه يقولون مصرف لك. زين مصرف لك ليش ما تروح تدرس بالمدرسه؟ ما يقبلون يعطون مصرف. ها يعني اهلك ما يقبلون يعطوك مصرف فيقولوا لك اطلع اشتغل هاي الشغله. بني روح محتاجه بني. محتاج ربع يا بني ربع. الله يحفظك ان شاء الله. خلي شبابك ان شاء الله تجحين. يا ربع يا ربع قاعد اكل جوعان. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. طيب ربع يا ربع يا بني اليوم قررنا الخروج عن المألوف والنزول للشارع كمتسول حتى نتعرف على الأسباب اللي تدفع البعض للتسول وأيضا نتعرف على المبالغ اللي يحصلون عليها وكيف هي معاملة الناس معهم. تابعونا. حجي يا شلونك ما تشرب روح؟ ربع حجي ما ماكل روح اشتغل احسن لك. روح حجي ما ماكل روح عندي اخوان حجي روح اشتغل. كلنا عندنا اخوان والله ما ماكل بدي اشتغل بس اشتغل والله عندي كليه حجي. انا ما عندي كليه. ربع حجي انا ما عندي كليه. ما تعطيني؟ لا ما اعطيك. ليش حجي؟ ما تعرف لان هذا فيلم دا اسوي. ليش حجي فيلم؟ حجي جوعان عمو اعطيه ربع. والله ما ماكل البارحه والله من البارحه ما ماكل. اي هذا ما يكفيني والله الدخول كفن مره كذا من البارحه ما كل كفن اربع صمون ولبن اسمع طير ربع. الله يخلي جهالك على الله يا بالله. الله يخلي جهالك. امسحك السياره. لا حبيبي الله يخليك. خلال ساعه من التسول قدرنا نجمع هذا المبلغ من المال في تقاطع الجادريه ثم انتقلنا بعدها الى تقاطع الصرافيه وايضا المبلغ زاد. اذا اعزائي المشاهدين رحلتنا ما زالت مستمره للكشف على حيل المتسولين. تابعونا. جوع عدها هواية سيمنا خير الله عدها عالم عدها فهذا تبذير يسمونه يعني جماعة عتبوا فلوس ويطلعون بهذا الشيء احنا نشوفه ويقدون صحيح نشوفه. اها تعرف فيهم كمل قيلان موجودين هواية يعني هم عتبوا فلوس اي ويطلعون عوائل ويطلعون اطفالهم حتى يقدون صحيح. جلال شو تريد؟ روح روح والله صيح الشرطة والله والله صيح الشرطة والله والله صيحهم عليك ما يخصك انت بي. تلقيها عند الله ان شاء الله ربع محتاج الواد ان شاء الله ان شاء الله ينجحش الله ينجحش ان شاء الله وفقك ان شاء الله الله يخليك جزاك الله الف خير ان شاء الله الله يخليك يا اختي. عمليه الحصول على هذه الاموال وما يجنيه المتسولون تذهب الى جهات تتبناهم لذا هذه الظاهره تبدا بالبشر وتنتهي بالاموال الغير شرعيه. لبرنامج صباح الغير يزن ساجد بغداد.